رحلة السندباد الثامنة في ذكرى العيد الوطني العاشرة. أبحرت من ميناء مسقط سفينة تقليدية اسمها صحار، تسير بالأسرعة وتبدو وكأنها قادمة من زمن بعيد. كانت السفينة تستعد لرحلة غير عادية، فقائدها قرأ عن السندباد البحري ورحلاته السبع في كتاب ألف ليلة وليلة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان بحار يدعى السندباد يعيش في مدينة بغداد. سندباد شجاع جداً ويحب السفر المتواصل إلى بلاد جديدة لا يعرفها من قبل. وفي إحدى المرات التقى السندباد حصارا غريبا يسكن تحت البحر، وفي مرة أخرى تعرض السندباد لهجوم عملاق كبير جدا، وفي مرة ثالثة حاول رجل مسن أن يقتل السندباد على الرغم من أنه ساعده وحمله على كتفيه مسافة طويلة جدا. لدى السندباد كثير من المغامرات الشائقة والحكايات الممتعة التي تتناقلها الناس. وأراد أن يقتدي به ويسير على خطاه في رحلة بحرية ثامنة تكشف له سر تفوق العمانيين في صناعة السفن وفي علوم الإبحار. توقفت السفينة صحار في ساحل الهند بعد رحلة دامت شهرا ونصف شهر، وكان البحر هادئا والرياح تهب خفيفة تساعد السفينة على بسط أشرعتها ومواصلة رحلتها. كانت السفينة في بداية الرحلة تبحر من ميناء إلى آخر معتمدة على هبوب الرياح من الجنوب لتتابع مسيرتها، لكن الرياح تأخرت الآن فبقيت السفينة صحار ساكنة في مكانها لا تتحرك. مضت الأيام بطيئة والسفينة مستلقية على سطح بحر هادئ تتماوج مع هبات النسيم، لكنها لا تتقدم قيد أنملة. بدأ الغذاء يتناقص وكذلك الماء العذب، وأصبح من واجب البحارة أن يتناول وجبة واحدة في اليوم وأن يصبروا على الجوع والعطش. فكادوا يفقدون الأمل في الإبحار من جديد. فجأة سمع الجميع صوت الأشرعة يشتد، وبدأ الموج يتعالى وهبت عاصفة قوية انهمرت معها الأمطار بغزارة، مزقت الساقية
العالية، وفي تلك الساعات الصعبة استمات البحارة العمانيون في العمل حتى توصلوا إلى إصلاح ما أفسدته العاصفة. وأخيرا هدأ كل شيء وهبت الرياح لطيفة، فانسابت السفينة صحاره وتابعت رحلتها من جديد إلى أن كان يوم 28 من شهر يونيو، يوم وصول السفينة إلى بحر الصين بعد رحلة في البحر دامت 7 شهور كاملة أثبت فيها بحارة العمان أنهم أحفاد ابن ماجد الملقب بأسد البحار، وأن أجدادهم هم أول من عرفوا طريقه إلى الصين منذ عدة قرون.